سلام البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم بخير ولا خير. كنتمنى يا ربي يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم غادي نبارطاجي معكم بعض المشتريات اللي غادي نبدا باول حاجه اللي هو البورتموني. هاد البورتموني كنت شفته عند ما كوزنين وعجبني، ومنين سولت عن طلع منين خديتي قالت لي خديته من شاين، وهكا اقترحت عليها انها تكوموندي ليا لدات لا كوموند، حيت انا ما عنديش كارت انترناسيونال. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يشريو هكا من شيئين خاصهم ضروري كارت انترناسيونال. ما عندكش كارت انترناسيونال ما يمكنش لك تشري من شيئين، او ما يمكنش لك تشري من لي سيت اللي كيبيعوا على برا المغرب. كيف ما كتشوفوا هاد البورتماني كيجي عملي وزوين وانيق، والثمن ديالو ماشي غالي. خديته وقلاي بشي 20 درهم. انا غنخلي لكم لو ليان ديالو او الرابط ديالو في صندوق الوصف. هاد لابغوس انا خديتها من بيم، جو بونس حتى هي خديتها ب 20 درهم، وصراحه عجبتني، جاتني كيوت، ويمكن لك تحطيها في هكا في لو ساك، يعني ما غتقلش عليك. نعاودو نرجعو كيف ما قلت لكم بالنسبه لهذا الشائن. كاينين بزاف ناس اللي كيبغيو يكومونديو من شائن، يمكن لكم تكومونديو هكا بار جروب، يعني صحابات بيناتكم. الا كانت شي صاحبتكم مثلا عندها كارت انترناسيونال، يمكن لكم تجمعوا اون كوموند اللي ما كديباسش 1000 درهم، ويمكن لكم تشريو. احسن من انكم توصيو الناس انهم يجيبوا لكم، وحنا دابا ما كايناش الثقه، يعني ما يمكنش لك تعطي الفلوس ديالك لاي واحد باش يكوموندي لك. يعني هذه هي احسن طريقه. بغيت نكون هكا، بغيت نبارطاجي معكم كذلك هاد الكوب ديال لي فوزانغل، يعني هذوك الضفيرات الاصطناعيين. هذا هو القاطع ديالهم، عوض انك تاخدي مقص وتقطعي، هذا تيقوم بهذاك العمل. هذا راه ماشي خاص بالاظافر الطبيعيه، انا غير وريتكم كيفاش كيخدم. هذا ديال الاظافر الاصطناعيه، البخي ديالو هنا غلا. انا خديته من شيئين لان الثمن ديالو كان رخيص، وحتى لا كولور ديالو زوينه وغزاله. هذا البنات احسن حاجه خديتها صراحه، هذا مبرد رائع. كان يعني عندي واحد المشكل هكا في الاظافر ديالي، تيطلعوا لي هكا الخطوطه، جو بونس كسي اماك دو فيتامين. نصحتني به واحد صديقه خدامه معايا، قالت لي خدي وردي عليا الخبر. مي فريمون عملي بزاف، في 4 ديال لي زيتاب. المره الجايه غادي نوريكم كيفاش يمكن لكم تخدموا به. كيخلي الاظافر لامعه بحال دايره ليها هذا الفازلين الدفرانوك، ولا بحال دايره ليهم الفيرني ولا عرفتي كيجيو كيخليهم تيبري وتيشعلوا والمده طويله. بالنسبه لهاد لو كافر ديال لي ماسك، هذا خديته من مينيسو الى عقل نفعني، وقلع يكون خديته ب 35 درهم. كيجي معاه هذاك الكاب، هذا يمكن لك تستعملي بهم اي ماسك طبيعي. كتحطي اون فوا كتحطي داك الكابسول، هذاك الكابسول كتحل وتتولي لك على شكل ماسك. هو دي سو سون دي ماسك كومبريسي، كتصايبي بهم لي ماسك طبيعيين، سواء ماسك ديال الخيار، سواء ماسك ديال الجزر، سواء ماسك ديال الورد، يعني اي ماسك بغيتي، اي ماسك بغيتي تحضريه في الدار. هاد الاداه البنات ان شاء الله غادي نخدمها معكم في لا فيديو الجايه. هادي خاصه بليزيستراس اللي كيلصقوا في الدفران، هادو هما اللي تلصقوا بهم ليزيستراس. هي ضروري خاصك تنجريها عاد باش تستعمليها. كديري بها هكا، كتلصقي بها لي زيستراس، هي كتجي بحال لاكول ديال لي زيستراس. كتهزي هذيك لي زيستراس وكتكوليها في الضفر، عوض ما انك تهزيها بايديك وتلصقيها. يمكن لك يخسر لك لا ديكو او تخسر لك الصباغه. هاد السمطه صراحه عجبتني، الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيها ان هذاك لو جون ديالها كان شويه فاقع، ولكن هي في هكا مع لي شوميز والشده كتجي غزاله. ولو بري ديالها كنت خديتها بشي واقيلا شي هذا 3 دولار 3 دولار اي دمي.
هنايا هاد لي بانسو خديتهم من بيم، كانوا دايرين فيهم بروموسيون، جو بونس خديتهم ب 20 درهم. عجبني الشكل ديالهم، وكيبانو تيبانو طبيعيين، كيبانو ناتوريل. يعني يمكن لك تخدمي بيهم الفار وتخدمي بيهم العينين سون بروبليم. انا بانو ليا طبيعيين وزوينين ورطبين وغزالين، حتى الستيل ديالهم جاوني زوينين. كيف ما كتشوفوا، راه قلت لكم راه طبيعيين والستيل ديالهم زوين. دابا غادي ندوز باش غنوريكم واحد لي بانسو، ان شاء الله غنوليو نخدمو بيهم هكا لي توتو ديال الفيرني ان اونغل هكا، لا ديكو اي ديكو. غادي نحاول هكا نوريكم مره مره دي هذا دي تروك ولا دي ديسان يمكن لكم ديروهم في لي زانغل ديالكم. هادو خاصين بلي زانغل. لو بري ديالهم ما غاليش، ما عقلتش، يمكن خديتهم ب 1 دولار ولا ب 2 دولار، ما عقلتش، ولا دولار ونص، ما عقلتش. فيهم ثلاثة انا جاوني رخاص وخديتهم. على العموم هاد لا كوموند اللي خديتها من شيئين ما ديباسيتش فيها 100 درهم، يعني ما ديباسيتش فيها 10 دولار. هاد لي بانش كيجيو فيهم جوج، كنت خديتهم من مينيسو. هاد لي بانش هي مصنوعه من واحد الماده طبيعيه، كيمكن لك تمسحي بها المكياج. انا وحده غنخليها، كنت كان وحده كنخليها نغسل بها واحد وجهي، وحده مخليها انني نمسح بها لو مكياج بما انني ما كنستعملوش بزاف. كيف ما كتشوفوا هادو المشتريات ديالي، كنتمنى ان الفيديو يكون فادكم.